فالمؤمن الحق لا يخاف من التقدم في السن، لا يخاف الشيخوخة، بل يعرف أن أحسن تصرف تجاهها هو أن يستغل هذه الشيخوخة وهذه المرحلة. وقد قال أحد الأطباء النفسيين: إني لم أرى أبداً في حياتي أي حالة من حالات جنون الشيخوخة من بين المسنين المؤمنين بالله الذين لا يخافون الموت بل يعيشون نشطين. لكن إخوتي، وبالرغم من ذلك، فعلينا كمؤمنين، علينا كأعضاء في الكنيسة، أن نؤكد دائماً للمسنين على استمرار حب الله لهم، وعلينا أيضاً أن نؤكد لهم على أن عناية الله تحمي بحياتهم، لأن المسنين إخوتي يحتاجون إلى تخفيف غصة الشعور بالوحدة في حياتهم، يحتاجون إلى أن تكون لديهم نظرة سليمة للحياة الحاضرة وللحياة الأبدية، فهم بحاجة لاستمرار النمو الروحي باختبارات جديدة. والأهم من كل ذلك هو أن نشعر المسن بأنه وبالرغم من تقدمه في السن فنحن ما نزال بحاجة إليه، بالرغم من تقدمه في السن فإننا بحاجة، ما نزال بحاجة إلى تجاربه في الحياة، ما نزال بحاجة إلى حكمته في التعامل مع الأشياء. باختصار، علينا أن نشعر المسن باستمرار نفعه في حياة الكنيسة وفي حياتنا كأعضاء.